أنا واقفة بالمطبخ وقعدت أفكر بدياية مشوية شنو أتبلها فيه؟ جتني هالفكرة، عصير ليمون ومعجون الثوم وهذا حليب بودر ويش بنت مجفف طلع خطير. باقي البهارات راح أكتبها تحت البوست علشان تسجلونها عندكم ثابتة. طبعاً زيت الزيتون هو اللي عطاه اللمعة. تبلت الدياية وتقدرون تخلونها يوم بالثلاجة. حق البطن حطيت برغل فحته نص استوى مع مكعب ماجي. لما استوى نص الاستوى اللي أبي حطيت عليه معجون الثوم وبهار التركي، معجون الطماط ونعناع ورشة ملح، شوية كزبر بودر وفلفل أسود وعصرة ليمون. الشبنت هو المكون الرئيسي، رديت حطيته وعليه الكرز المجفف الخطير، رشة دارسين والحشوة صارت جاهزة. الحين حشيت بطن الدياي في الحشوة اللي عندي وجهزت حق الفرن. بطاط مكعبات وعندي كوسة قطعتهم شرايح سميكة حطيتهم وعليهم بصل مفروم، معجون الثوم، شبنت فريش، زيت زيتون وملح، وعقبهم حطيت عليهم عصرة ليمون أكيد، شوية من البهار التركي وفلفل أسود. حطيت من الكرز المجفف والدارسين البودر. الحين أحط الدياي، طبعا المقدار أنا مسويته حق ديايتين، ورشة زيت زيتون. دخلت الدياي في معونة مسكر بالفرن مدة ساعتين، بعدها كشفته ومن الزيت اللي طلع لي حطيته على الدياي ورديته يتحمر تقريبا في الساعة. وقت التقديم حق اللمعة لازم تحطون شوية من الصلصة على الدياي. للزينة حطيت كرامبري وحطيت من الكرز المجفف. الطبق عالمي، ينفع حق المناسبات وصراحة لذيذ وخطير.